بعض الناس ينظر إلى العارية في بيوت الله تعالى في هاتفه وهو في المسجد وهو يشوف الفيديوهات ويخرج الأنسى عراية في بيت الله. مشى معنا الفساد يا إخواني الكرام في بيت الله، رأيتها بعيني كم من مرة، فساد كبير أنا فيه. إذن وإياك أن تقول إنها نظرة عابرة، وإياك أن تقول ما قدرتش نشد، هذا سقوط في جهنم، نسأل الله يعافينا ويعافيك. الإثم كما قال ابن مسعود، الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا للشيطان فيها مطمع. كل ما تشوف أنت يقولك الشيطان من نجيبه، كل ما تشوف يقولك هذا هنا خسر له قلبه، من نبدأها؟ يعني أن النظرة سهلة على إبليس. وقال أنس إذا مرت بك امرأة فغمض عينيك حتى تجاوزك. شحال باش تجوز عليك امرأة؟ شحال تدي عليك نص نهار؟ شحال باش تجوز عليك امرأة؟ دقيقة ما تلحقش، خليها تروح خلاص، خليها راحت، ما تزيدش تقول لي الحمد لله فاتت، خير من اللي تجوز ونشوف وتتكتب لي خير. شكون أحسن هذه ولا هذه؟ مش زوجتك هذه، مش زوجتك، زوجتك شوف كيما حبيت، حلال عليك، ربي حلال عليك، الحمد لله. ما كاش حرام في ديننا، ما كاش حرام مطلق، ما كاش، ما قلناش روحوا نحيوا الشهوة تاعكم، شوف طبيب ينحي لك الشهوة، قال لك هكذا الدين، ما قالش هكذا، عطاك الحلال، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال حاول حلال، هاو كاين مش مشكلة، عندك الحلال، ما قدرتش الحلال، ما قدرش، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعاون روحه بالصوم وذكر الله عز وجل حتى ربي يفتح عليه، نسأل الله يفرج على شبابنا والزواج وغير ذلك. هذه الأمور لازم الإنسان يفهمها لأنها في مصلحتك، مصلحتك أنت. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يقول السلف رحمهم الله. لقد بالغ السلف رحمهم الله في غض البصر حتى صار غض البصر موش على النساء فقط. السلف رحمهم الله كانوا يخافون من النظر على كل ما يؤدي إلى الفساد. شوف الآن ولد صغير جميل، السلف يقول لك لا أكره هذا، الإمام مالك رحمه الله كان لا يقبل به، ما يقبلش به يقعد معه في الحلقة، ما يقابلوش قاع أصلا يعني. والسلف رحمهم الله كانوا لا يرضوا بولد جميل أنه يمشي مع واحد كبير وفي خلاء يجيب شبهة لنفسه، وهذه كلها السلف يطهروا أنفسهم منها، ولا ما كان فيه العري وش داك ليه أنت، وش داك ليه، أرض الله واسعة، هذه كلها السلف يطهرون أنفسهم من هذه الأشياء.